العراقية تواصل ملاحقة إرهابيي تنظيم النصرة التابع لتنظيم القاعدة في الصحراء الغربية وعلى الحدود مع سوريا، وتشتبك مع مجموعة إرهابية حاولت التسلل من سوريا إلى العراق، وتعتقل 21 إرهابيا وتقتل 8 وتضبط وكرين للأسلحة. لليوم الثاني على التوالي تواصل القوات المسلحة العراقية دكها لأوكار تنظيمي القاعدة وجبهة النصرة الإرهابيين في المناطق المحاذية للحدود السورية وفي الصحراء الغربية. فبعد عمليتين استباقيتين في محافظتين نوى وصلاح الدين أسفرتا عن تدمير وكرين لتنظيم القاعدة واعتقال 21 إرهابيا وقتل 8 وضبط مخبئين للأسلحة احتويا على أعداد كبيرة من مدافع هاون محلية الصنع وعبوات ناسفة ولاصقة وأجهزة تفجير وبنادق مختلفة وأحزمة ناسفة وصناديق ذخيرة، كما صدت قوات الجزيرة والبادية محاولة تسلل مجموعة إرهابية هاربة من سوريا. لابد من التشدد على الحدود من حيث المراقبة الجوية وكذلك المخافر والدوريات، لأن فعلا بدأت بعض القوى الإرهابية عندها تواجه ضغوطات في سوريا تهرب إلى العراق، وعندما تواجه خطوات من العراق تهرب إلى سوريا، وأعتقد بأن على الدولتين أن يتعاونا في هذا الصدد. بوجود هذه المجاميع الإرهابية التي لا تريد بسوريا الأمان والاستقرار بل تريد أن تنفذ مخططات الكيان الصهيوني، على الحكومة العراقية أن تنظر بهذا المنظر وتحافظ على علاقة العراق مع دولة شقيقة سوريا، وأن تمنع الدخول الإرهابيين لئلا يعودوا ويعملوا بالعراق كما فعلوا في سوريا. واستشهد جندي عراقي وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهما في منطقة الحمدانية شمال بغداد، بينما تسبب سقوط صاروخي كاتيوشا على حي الواسطي السكني في محافظة كركوك بأضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية. نادية العبيدي، التلفزيون العربي السوري، بغداد.